وبركاته في الجلسات التالية مع تكملة لموضوع الموشن جرافس or الجرافس of motion. هنشوف الرسوم البيانية التي تبين الريليشن ما بين البوزيشن الفلوستي الاكسلريشن مع مرور الزمن. طبعا عملنا الاكسبيرمنت اللي فاتت مع دكتور نرجس حسني على هوريزونتال بلين، وكمان اشتغلناها بويتس مختلفه، لكن المره دي هنعملها على انكلايند بلين. السوفت وير بتاعها بنبتدي الاول بفتح برنامج باسكو سوفت وير، وبقول له عايزين نشوف الهارد وير بتاعنا فعلا كونكتد ولا لا. بدوس عليه بلاقي فعلا اللاين اللي هو الجرين ده البطيء دوت بيبين ان فعلا الموشن سنسور متوصل. طيب بندوس عليها تاني ونبتدي نختار. المره دي بقى هنعمل حاجه جميله جدا، مش هنجيب كل جراف واحد، لا ده احنا هنجيب الجرافات الثلاثه مع بعض ونعمل كومباريزون ما بين الجرافات الثلاثه البوزيشن والفلوستي والاكسلريشن مع مرور الزمن. فاحنا هنعمل مقارنه ما بين الثري جرافز على سكرين واحد. فطبعا كده هنشتغل على الديسبلاي اللي فيه ثلاث صور قدامي ده، بدوس عليه بيجهز لي ثلاث صور. بدوس على كل صوره من جوه كده بيقول لي مجموعه من الاختيارات. فطبعا انا عايز هنا ثلاث جرافات، ادي جراف نمبر 1 وادي جراف نمبر 2 وادي جراف نمبر 6. طيب احنا هنخلي الجراف الكبير دوت هيبين الريليشن ما بين البوزيشن والطرف. يبقى اروح للميجرمنت واقول له خليه بوزيشن بالميتر او السنتيمتر كيلوير، وطبعا التايم هو اوتوماتيك بيشتغل. واروح للجراف الثاني اروح على الفيرتيكال اكسس وادوس عليه واقول له خلي لنا دوت يقيس الفلوستي متر بير سكند، واروح على الجراف الثالث واقول له خلي لنا الجراف دوت واللي هو الفيرتيكال اكسس دوت يقيس لي الاكسلريشن برضه متر بير سكند. يبقى انا كده جهزت السكريبت بتاعتي عشان نعمل ميجر للثري جرافز في ان واحد ونعمل كومباريزون ما بينهم. يلا بينا بقى ننفذ التجربه عشان نشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي هننفذ اشكال كتيره من الحركه للامام وللخلف ببطء، نتوقف وهكذا عشان نشوف الجراف هيبقى عامل ازاي. طبعا هندوس ريكورد، احنا كده في حاله توقف، هنشوف الجراف عامل ازاي. بعد كده هنحركه جرادولي للامام، هنشوف الجراف عامل ازاي. نتوقف لحظه والجراف برضه عامل ازاي. ننزل نغير الدايركشن بتاع الموشن، نشوف الجراف بتاعنا عامل ازاي. نتحرك بحركه متغيره في السرعه عشان يبقى فيه اكسلريشن فعلا، ببطء ثم اسرع وهكذا، ببطء ثم اسرع. كل الجرافات ديت هنشوفها. وكمان لو حركنا دي للامام فجأة ثم ترجع هتشوف الجراف عامل ازاي. دلوقتي بقى تعالوا نشوف الجراف موشن، ندرس كويس ايه اللي حصل وايه الريليشن ما بين الثري جرافز في آن واحد. نبص كده على الجراف هنلاقي ان زي ما احنا شايفين كده البوزيشن تقريبا الماكسيمم بتاعه كان 0.5 متر، يعني حوالي حركه الكارت دي حوالي نصف متر 50 سم. تمام؟ طيب كنا في الاول هنا في وضع ثبات، لسه كنت بتكلم عن بدايه الحركه فالكارت لسه ما كانش بيتحرك، فكان الجراف زي ما احنا شايفين كده البوزيشن بتاعه عند الزيرو. طب البوزيشن عند الزيرو ايه وضع الفلوستي؟ برضه الفلوستي كانت زيرو. طب ايه وضع الاكسلريشن؟ برضه الاكسلريشن كانت زيرو زي ما احنا شايفين كده. طيب ابتدينا نمشي مسافه نص متر، ايه اللي حصل؟
اللي حصل في مسافة النص متر دوت هو إن البوزيشن زي ما إحنا شايفين كده بقى عامل كيرف راسي مرسوم بالشكل ده، تمام؟ في حدود النص متر، يبقى إذا البوزيشن بيزيد مع مرور الزمن. طب وأخبار الفلوستي إيه؟ هنلاقي برضه الفلوستي كانت بتزيد مع مرور الزمن لغاية ما وصلت الماكسيموم بتاعها عند الثانية تقريبا 60. يبقى لما نروح لحوالي 60 اللي هي تقريبا هنا كده، واضح فعلا الفلوستي كلها بوستيف. بوستيف دي معناها ان الفلوستي بيحصل لها انكريز، تمام كده؟ طيب وفي الدايركشن اللي هي بتاعت الموشن. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل انها ان انا ابتديت ارجع تاني، حصل توقف لحظي عند الماكسيمم بيك هنا عند الكيرف. فالتوقف اللحظي ده بيأكدوا هنا ان الفلوستي هنا بزيرو. طيب بالنسبه للاكسلريشن، طبعا برضه الاكسلريشن بتحصل انها تبقى بزيرو في وقت التوقف ده. طيب ايه اللي حصل اثناء المرحله الثانيه اللي هي المرحله ديت؟ اللي حصل ان الفلوستي كانت في الدايركشن بوزيتيف وبتزيد التركز حسب ما انا بحرك بايديا، بسرع شويه ببطأ شويه، وكانت الاكسلريشن برضه نفس الكلام بتزيد شويه وبتبقى شويه على اساس ان الحركه بيحصل لها تسارع او تباطؤ. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بقيت ارجع تاني للبوزيشن الاصلي. لما جيت ارجع للبوزيشن الاصلي لقيت الفلوستي نزلت تحت التي اكسس، فبقت خدت النيجاتيف فاليو. يبقى الفلوستي هنا في المرحله ديت كانت بالنيجاتيف، ده معناه ان انا غيرت الدايركشن بتاعي بعد ما بقت الفلوستي زيرو. طيب وبالنسبه للاكسبريشن برضه الاكسبريشن الفاليوز بتاعتها ابتدت هي كمان يحصل تسارع او تباطؤ، الدايركشن اتغير، تمام؟ عشان يحصل تسارع لازم تبقى الفلوستي والاكسبريشن في نفس الدايركشن، يعني لو دي كانت نيجاتيف يبقى دي نيجاتيف. بالفعل الاكسبريشن اللي في الوضع دوت نيجاتيف وكانت بتتسارع وهي بتكسر. انا طبعا اول ما نزلت ببطء ثم ابتديت اسرع حركه القلب. طيب نزلت عند اسفل نقطه، ثبت الكارت شويه عشان قلت هعمل حركه ثانيه. بيعمل بقى كومنت على الحركه في المرحله اللي هي الثالثه ديت. المرحله ديت انا اتفقت ان انا هبتدي اتحرك جراجوالي وانا طالع على الانكلايند بلين، فكنت بتحرك الاول ببطء ثم ابتديت اعمل تسارع للحركه ثم توقفت لحظيا لثانيه او ثانيتين ثم ابتديت انزل بنفس الطريقه، ابتديت انزل ببطء ثم ابتديت اعمل تسارع للحركه. فده الجزء دوت، ودخلت طبعا تايم اقل من التايم الاول. طيب ايه قسم بقى البارت الثالث من الكيرف بعد ما سكنت لحظيا؟ انا مسكت الرولر وابتديت اعمل ايه؟ ابتديت اعمل دفع للكارت لاعلى، فلما وصل لاعلى مكان على الانكلايند بلين توقف لحظيا ثم غير اتجاهه ونزل لاسفل، وعلشان خاطر حصل تصادم ما بينه وما بين الحاجز اللي انا كنت حاطه تحت وحاطط له جزء بطاطي، فابتدت الكارت تعمل ريباوند فعملت زي ما احنا شايفين كده الكيرفات اللي هي الاخيره ديت، تمام؟ اللي هو الكيرف دوت والكيرف ده لغايه ما توقفت تماما. ودي كده كانت كيس نمبر 2 اللي هو الجراف موشن او موشن جرافز يوزنج انكلايند بلين. والى اللقاء ان شاء الله مع كيس نمبر 3. هنبتدي بقى نعمل حاجه جديده، هنغير الموشن سنسور، بدل ما نخليه يلتقط حركه كارت، لا هنخليه يلتقط حركه انسان بيتحرك قدامها للامام والخلف، ونحاول نعملها بطريقه ظريفه ترضي الجميع. وشكرا.